في سؤال يا شيخ يقول: ماذا تقولون في من خالف أئمة الإسلام في أمر من الأمور التي قد أجمعوا عليها وقامت عليه الحجة ولم يرجع، بل زد على ذلك أنه يمدح بعض الصوفية والمفوضة، ويمدح من يقول بقول جهم في القرآن، ويطعن في الصحابة بل وفي الأنبياء، ويسميهم أئمة ومجددين، بل ويثني على بعض الزنادقة الذين أباحوا الردة وطعنوا في العقيدة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي أهل الحديث، ويقول عنهم فيهم خير كثير، وسمى زيغهم وضلالهم اجتهاد، فقال: وإن كنا نتحفظ عن بعض اجتهاداتهم، فهل يكون هذا مبتدعا؟ وهل نعينه ونقول فلان مبتدع تحذيرا للأمة ونصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ ذكر هذا في كتاب في أماكن متفرقة، ليس في كتاب، في وأيضا في بعض الكتب. طيب منها؟ طيب هو الذي مدح هذا في لا تحد لا تحد. طيب الرجل الذي قال هذا في بعض الكتب قالها، مثلا في مثلا في العدالة الاجتماعية أو في ظلال القرآن وكذا، لكن الذي يمدحه وقال عنه مجتهد وكذا في شريط في بعض الأشرطة، وأيضا شخص آخر يعني حاله كحال هذا له كتاب اسمه الخلافة والملك، وله كتب أخرى تكلم فيها عن بعض الأنبياء، عن نوح مثلا، فقال عنه لما قال نبني من أهلي إنه غلبت عليه عاصفة الجاهلية، وعن يوسف لما قال اجعلني على خزان الأرض إني حفيظ أمين، قال هذا دكتاتوري عليم عليم، قال هذا دكتاتوري يطلب منصب الدكتاتورية كموسوليني في زماننا. مين هذا اللي بيقول هيك؟ في الكتاب الخلافة والملك الموجود. من هو؟ المودودي. المودودي. ومين اللي يمدح هذا الكلام؟ والله أحد الدعاة مدحهم و يعني غيبة؟ ها؟ أحد الدعاة إذا سميته غيبة؟ لا إن شاء الله ليست غيبة. طيب هو الشيخ سلمان مدحه. وين هذا الكلام أنا بقول لك، مش المتكلم. مدحهم والله في أشرطة. اسمع فهمت علي؟ طيب بعد إلي السؤال. أريحك أحيانا. يقول لي امدح هذا الكلام ام مدح صاحب هذا الكلام؟ لا صاحب هذا الكلام. نعم عاد عش ما مدح الكلام. فاذا مدح صاحب الكلام قد امدحه انا، فهل معنى ذلك انني اصوب كل ما قال؟ لا يعني هذا. اذا ماذا تعني انت بهذا السؤال؟ فبلغنا من بعض في بعض الاشرطه لبعض المشايخ تكلموا انهم ذهبوا اليه وقال له ان فلان اللي هو المودودي فيه كذا وكذا، قال والله لو سئلت يوم القيامه ساقول امام مجدد، فنحن اختلط علينا هذا الامر وقلنا نسال فيه الشيخ. شوف يا اخي انا بنصحك انت والشباب الاخرين الذين يقفون في خط منحرف فيما يبدو لنا والله اعلم، ان ما تضيعوا اوقاتكم في نقد بعضكم بعضا وتقولوا فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، لأنه أولا هذا ليس من العلم في شيء، وثانيا هذا الأسلوب يوغر الصدور ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوب، إنما عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في منهج زيد من الناس، لأن له أخطاء كثيرة، هو مثلا يحق لنا أن نسميه بأنه صاحب بدعة، وبالتالي هل هو مبتدئ؟ ما لنا ولهذه التعمقات؟ أنا أنصح بأن لا تتعمقوا هذا التعمق، لأن الحقيقة نحن نشكو الآن هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين لدعوة الكتاب والسنة، أو كما نقول نحن للدعوة السلفية، هذه الفرقة الله أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ النفس الأمارة بالسوء، وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية. هذه نصيحتي وهي